ياسمين فيريرا عاد بقوة الجماهير أم بسبب الشرط الجزائي؟ قوة الجماهير. قوة الجماهير فعلا من وجهة نظري أنا، قوة الجماهير. قوة الجماهير. لا لا أنا ما صدقتش أصلا قد إيه، أنا أصلا ما كنتش مقتنع إن الراجل يمشي، رغم إن أنا كنت حاسة إن هو مختلف عن السنة اللي فاتت، واتكلمنا في الموضوع ده وقلنا عشان كان معاه بن شرقي يعني عشان ما نرجعش الكلام تاني، بس أنا شايفة إن المدرب ده ما كانش يمشي. الجماهير مخلصة جدا، جماهير عارفة قيمة اللي الراجل عمله في الظروف الصعبة اللي مر بيها الزمالك الموسم الماضي، فلا والراجل مدرب لا بروف فعلا. بروف فعلا، وسايب الزمالك في المركز الخامس وفي ثلاث خسائر. معلش هو انت عندك ثلاث خسائر غير ان هو خمس ماتشات برضو قلنا لغاية ما مشي ولا كسب، تعادل وخسر. لكن الراجل ده مش معنى كده، يعني انا النهارده لو جه كولر خسر ماتشين او ثلاث ماتشات الاهلي هيمشي؟ كولر واخد بطوله السوبر، كولر كسبان الزمالك مرتين، كولر ماشي كويس في المونديال، فبالتالي كولر لا اداؤه غير اداء فيريرا مع الزمالك. لا وفيريرا جايب لك دوري وكاس السنه اللي فاتت في هو اللي جاب البطوله ولا اداره النادي؟ لا هو اللي جاب البطوله فيريرا.